على كل حال، وأنا طبعا يعني أراهن على ذكاء أيضا، على ذكاء المستمعين والمشاهدين، وأيضا على الجد عندهم، لا أحب له أن يكونوا كسالى. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن عليهم أن يقوموا أيضا هم بأدوار في تلمس وفي البحث عن الحقيقة. موعدنا اليوم مع حلقة جديدة نرد فيها على عدنان إبراهيم بخصوص موضوع النقاب في الإسلام. هل يمكن لمؤسسة دينية أن تعادي النقاب؟ يمكن وقد فعلتها. النقاب بقدرة قادر بين عشية وضحاها أيها الإخوة أصبح عادة، ليس من الدين في شيء، ليس له جذر ديني، حتى تمنع المنتقبة أن تؤدي الامتحان بفتوى من أعظم مؤسسة دينية إسلامية سنية، شيء لا يكاد ينسلك في الذهن. نحن لسنا مع القول بوجوب النقاب، لكن لا يمكن أن نقول يوما إن المنتقبة بلهاء أو مبتدعة أو ضد، لا يمكن، لا يمكن أن يقال أدنى من أن هذه المنتقبة إنسانة شريفة وعفيفة بالغة التدين، كثر الله من أمثالها، لا نقول أكثر من هذا. أما أن نحاربها وباسم الدين وباسم المؤسسة الدينية، هذه مسخرة. ويأتي القضاء وينتصر، القضاء المفروض أنه قضاء وضعي وعلماني، ينتصر لحرية هذه الشريفة العفيفة. بئس، بئس اليوم الذي أصبح فيه هؤلاء وأمثالهم ناطقين باسم الدين وباسم العلم الشرعي، وبئس من يصدقهم، وبئس أيها الإخوة من يدلس حالهم ويريد أن ينفقهم على الأمة. طبعا بعد الذي سمعتموه من عدنان إبراهيم، نحن لا نحتاج لأن نرد عليه بأكثر مما قال، لأنه أسقط نفسه بنفسه. في أسد الغابة للعلامة ابن الأثير الجزري رحمه الله، صاحب النهاية، في أسد الغابة في ترجمة صحابية تسمى منيعة، منيعة تقول ابنتها أنها جاءت وسألت النبي تقول وناراه وناراه، فاستعيذ بالله من نار جهنم، من نار جهنم. نعم. فقال ما نجواكي، ما نجواكي، ايش بدك انت؟ نعم. فذكرت له ايه سؤالها، فقال لها وهي منتقبة ابنته تقول، فقال لها عليه الصلاة والسلام اسفري يا أمة الله عن وجهك، أرينا وجهك، انت بتتكلم هيك من شايفينك. نعم. فإن السفور من الإيمان أو قائمة الإسلام والنقاب من الفجور، شيء غريب. هذا حديث عجيب جدا. نعم. نعم. وروى العلامة ابن الإمام ابن مندة رحمة الله عليه، وروى الإمام أبو نعيم الأصفهاني في الصحابة، عجيب. هذا الحديث ذكره ابن الأثير ولم يعلق عليه بشيء، ونقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة وعلق بالقول، ولم أجده فيهما، لم أجده عند ابن مندة ولا إيه نعم. في أبي نعيم في الصحابة، ولكن لم يعلق أنه منكر المتن مثلا أو شاذ لهذه النكارة في متنه، مع أن العبارة قوية، عبارة قوية جدا. يقول نعم. أسفري، فإن السفور من الإيمان أو الإسلام. نعم. والنقاب من الفجور. وكان عدنان إبراهيم يقول لا يمكن أن نقول أن النقاب ضد الدين، لكن لا يمكن أن نقول يوما إن المنتقبة بلهاء أو مبتدعة أو ضد، لا يمكن. والآن يقول والنقاب من الفجور، والنقاب من الفجور. كان عدنان يقول أن المنتقبة إنسانة شريفة وعفيفة، لا يمكن أن يقال أدنى من أن هذه المنتقبة إنسانة شريفة وعفيفة بالغة التدين، كثر الله من أمثالها، لا نقول أكثر من هذا. والآن يرميها بأن نقابها هذا من الفجور، والنقاب من الفجور. بل عدنان بنفسه يقول أن محاربة النقاب باسم الدين هذه مسخرة. أما أن نحاربها وباسم الدين وباسم المؤسسة الدينية، هذه مسخرة. نعم والله، بئس من يدلس حال هؤلاء وينفقهم على الأمة. بئس، بئس اليوم الذي أصبح فيه هؤلاء وأمثالهم ناطقين باسم الدين وباسم العلم الشرعي، وبئس من يصدقهم، وبئس أيها الإخوة من يدلس حالهم ويريد أن ينفقهم على الأمة. لماذا تأخذه بلازم لا يلتزمه؟ أين أنت من هدي وإنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حين قال، قال ولازم القول نوعان، لازم القول الحق، يعني اللازم الحق، تتكلم كلاما يلزم منه، يعني ينبني عليه، يستنتج منه، يقتضي شيئا،
هذا المقتضى، هذا اللازم، هذه النتيجة حق. قال مثل هذا يلتزم وينسب إلى صاحب القول لأنه من الحق، ولازم الحق حق، كلام سليم. قال ولازم باطل، العالم يقول قولا له لازم، لازمه أو لوازمه أشياء باطلة والعياذ بالله. قال هذه لا تنسب إلى إيه؟ إلى صاحب القول، إلا أن يلتزمها ويصرح بأنه يلتزمها والعياذ بالله، يلتزم بالباطل. طبعا هذا لا يخطر على بال عالم مجتهد مسلم أن يلتزم إيه؟ بلوازم باطلة، حاشا لله، لا يلتزم بهذه اللوازم الباطلة. قال وقصارى ما نقول فيه، إنه متناقض. قال ولم يخلو من التناقض في كلامه أحد من العلماء إلا النبيين، ولم يستثن الصحابة ابن تيمية. قال كل إنسان ممكن يتكلم كلاما لوازمه توقعه في تناقض، اللوازم ها انتبهوا، وممكن صح طبيعي جدا جدا، هذا من قصور الإنسان ومن نسبيته. أنت الآن خطبة مثل هذه أنا أستطيع أن أقف أمام تسجيلها وأخرج لك أي 100 خطأ في كلامي بطريقة اللوازم. طيب إيش معنى كلام عدنان؟ معنى كذا يلزم منه لوازم، هذه لا ألتزموها، هذا من الهدي والإنصاف، لا تكفر. وبعدين نحن نفهم هذا، مثلا أهل العلم يفهمون هذا، لكن واحد عام دخل على موقع فضيلة الشيخ العلامة وقرأ هذه الفتوى وراح تورط وقتل هذا الشيخ الدكتور، شيخ دكتور بلحية عظيمة، شيخ دكتور في الشريعة، قتله، من الذي سيبوء بإثمه؟ وهل تكون الفتوى بهذه الطريقة؟ واحد يفتي زي هيك؟ يعني هو توصل عبر سطرين إلى تكفيره، يريد أن يفهم الناس أنه متورط في شيء يكفر. يا أخي الإنصاف عزيز، ويل للمطففين، في كل شيء وفاء وتطفيف. في هذا القرن العشرين المنصرم أيها الإخوة، أو ذاك القرن، أصبح ذاك القرن المنصرم، ماذا حصل؟ اكتشف العلماء بفضل التطور العلمي وهو من فضل الله، لأنه في ناس يعقدون يقول لك هذا عنده شرك بفضل التطور العلمي. يا أخي ما في، ما هو التطور العلمي هو من فضل الله. فلماذا لم يقل لها الرسول صلى الله عليه وسلم أسفري يا أمة الله؟ الإمام ابن الأثير في كتابه لم يشترط صحة الروايات التي سيذكرها في هذا الكتاب. طيب أصلا ابن الأثير لم يذكر هذه الرواية بسندها، فأين نجد سند هذه الرواية؟ أمام حضراتكم كتاب معرفة الصحابة للإمام أبي نعيم في الجزء السادس صفحة رقم 3454، ذكر منيعة هذه وقال لها من النبي صلى الله عليه وسلم رؤية روت عنها ابنتها قريبة، ذكرها المتأخر من حديث يحيى بن أيوب، قال حدثني شيخ لقيته بباب الشام يقال له سعيد بن حميد عن قريبة بنت منيعة عن أمها أنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الرواية. والسؤال لعدنان إبراهيم، من هو سعيد بن حميد هذا؟ ومن هي قريبة بنت منيعة؟ من هذان الراويان؟ هذان الراويان مجهولان. سعيد بن حميد هذا لا يعرف حاله، لم يوثقه واحد من أهل العلم إطلاقا. وقريبة هذه اللي هي بنت منيعة هذه لم يروي عنها إلا هذا المجهول سعيد بن حميد. إذن الرواية فيها مجهولان، ورواية المجهول لا تقبل. بالمناسبة على ذكر حتى الجلباب واللباس، نعم. أذكر أن العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، نعم. كان في البداية نشر كتابه الذي يجوز فيه للمرأة أن تبلي عن وجهها، نعم. باسم حجاب المرأة المسلمة، حجاب ثم المرأة. تنبه، نعم. قال أن الأفضل والأحسن أن يسمى جلباب المرأة المسلمة، التفاتا منه إلى أن الحجاب في الأصل هو الحجاب في المكان كما ذكرنا في حلقة سابقة، ما يحجب الأشياء، ما يحجب، نعم. صياغة الآية نفسها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تفهم أن الإسلام لم يشرع ولم يبتدئ الأمر بوضع الخمار، إنما أضاف شيئا جديدا، هنا الإضافة عاد، وهو ضرب الخمار على الجيب على فتحة الصدر، نعم. لأنه كان يعني بعض النساء يعني عدل على ما هو موجود، تعديل، نعم، إضافة، نعم. وتعديل، نعم، إضافة وتعديل. فهنا يعني أعتقد شرحنا هذا في الحلقة السابقة، نعم، نعم. لكن مرة أخرى التذكير، بعض النساء على الأقل كن يبدين إيش يعني شيئا من نحورهن وصدورهن، جميل، لأن فتحة الثوب تكون واسعة، وتضرب الخمار الخلف على ظهرها، تغطي شعر رأسها بالخمار ثم تلوي إلى الخلف، وتبقى هذه الفتحة بائنة بادية. القرآن قال لا،
يضربها على جيوبهن بحيث تستر إيه عنقها وفتحة صدرها أيضا. لأن هذا مما يشتهى، مما يثير الفتنة، من مفات المرأة بلا شك، من مفات المرأة بلا شك. فهنا السؤال، نعم، إذا كان القرآن العظيم لم يبتدئ موضوع إيه الخمار، نعم، ولكنه بهذه الطريقة كأنه أعطاه شرعية، أعطاه شرعية بصدد الآية من سورة النور، نعم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين، أي لا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم. معظم المفسرين على أن المقصود بإلا ما ظهر منها الوجه والكفان، الوجه والكفان. معظم المفسرين، وهذا هو المروي عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، وعن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين. قلة من السادة العلماء والمفسرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وقبلهما طبعا أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي رحمة الله على الجميع، ذهبوا إلى أن المقصود إلا ما ظهر منها شيء آخر، رجحوا فيه قول عبد الله ابن مسعود، قالوا الثياب، الثياب. وهذا القول يعني إذا ردنا نتكلم طبعا أعتقد يعني أن تصدي لجوابات الأسئلة الدكتور يحتاج إلى حلقة بحيالها، أسئلة كثيرة متتالية. لكن هذا القول يعني هو ربما أراد يعني أن يعني نبدي عن رأينا ونبدي عما نعتقده. أعتقد أن هذا الرأي فيه ضعف، بل إن شيخ الإسلام المنسوب إلى ابن مسعود فيه ضعف شديد. شيخ الإسلام مجتهد المذهب الحنفي، مجتهد في المذهب أبو بكر الجصاص المعروف بالجصاص، أبو بكر الرازي في أحكام القرآن جعل هذا القول قولا ضعيفا، اللي هو تغطية الوجه، أن يقال إلا ما ظهر منها يعني الثياب، الثياب. إذن فينبغي إيه تغطية الوجه والكفين ما عدا العينين أو عين إيه واحدة. اعتبر هذا الرأي رأيا إيه ضعيفا، وأتى بشيء يدل على ذلك، لأن المقصود إلا ما ظهر منها الأعضاء التي تكون عليها الزينة. وإلا يقول أبو بكر إيه الرازي الجصاص رحمة الله عليه، يقول وإلا فالزينة التي تفوض على الأعضاء لا أحد يختلف في أنه يجوز للمرأة إبداؤها لكل رجل إذا لم تكن هي لابسة لها. بمعنى أنها تأتي المرأة بالأقراض مثلا والخلاخيل وأي شيء، وحتى الكحول مثلا في إيه، وتقول هذه طبعا كل أحد ينظر. إذن ما المقصود إلا ما ظهر منها؟ يعني إلا العضو الذي يكون عليه هذه الزينة. وهنا وقع الخلاف، ولذلك رأي معظم المفسرين على الإطلاق الوجه والكفان. ولذلك غض البصر يا دكتور، كيف الإنسان يغض بصره على شيء مغطى مثلا؟ أحسن الأمر بغض البصر يغض من أبصاره، نعم، يوجب أنه هناك شيء جميل تنظر إليه. أحسنت، هذا هو، نعم، وهذا ما دلت عليه النصوص والوقائع في عهد رسول الله، وبعد طبعا نزول إيش آيات الحجاب، وبعد نزول إيه آيات النور، آيات الغض، وقائع كثيرة. طيب، دلت على أن المسلمات والصحابيات كن أن يبدين عن وجوه. أعتقد يعني أن السادة المشاهدين والمشاهدات ربما يعني يستحبون أن يسمعوا بعض الأدلة النصية على ذلك، هل فعلا لدينا أدلة كثيرة مثلاً، من أشهرها مثلا الحديث المخرج إيه في الصحيح، وهو حديث أعتقد سبيعة، نعم، حين توفي عنها زوجها بين قوسين في حجة الوداع، سعد بن خولة توفي في حجة الوداع، يعني هذا بعد زمن طويل، زمن طويل من طبعا من النور والأحزاب، توفي عنها في زوجها في حجة الوداع. المهم كانت حاملا فلم تلبث حتى وضعت حملها وتعلت من نفاسها، قامت وسالمة منه. نعم، طبعا الآية هكذا في القرآن الكريم أن التي توفى عنها زوجها عدتها ماذا؟ 4 أشهر و10 أيام، لكن لم تذكر إيه أنها حائل أو حامل. ولدينا إيه آية الطلاق الصغرى أن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. على كل حال، فهي وضعت حملها وفهمت هي أن عدتها قد انقضت، كان فهمها سديدا وصحيحا، فخرجت وتزينت، تزينت في وجهها، اكتحلت واختضبت، نعم، الخضاب في الكفين، نعم، والكحل في العينين، وتمشي في الطريق، فرآها صحابي اسمه أبو السنابل ابن بعكك، نعم، أبو السنابل ابن بعكك، نعم، فقال لها اربعي على نفسك، اربعي على نفسك، تريدين أن تنكحي تتزوجي؟ لا يحل لك إلا بعد 4 أشهر و10، لابد أن يمر 4 أشهر و10 أيام على وفاة زوجها لتبرئة الرحم. نعم، نعم. إذن هنا الشاهد ماذا؟ أنها تزينت في وجهها، ورأها الرجل تمشي في الشارع، ف
فأتت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وذكرت له ذلك، فوافقها النبي وأفهمها أنها بمجرد وضعها حملها قد خرجت من عدتها وحلت. نعم، ولم يعاتبها على كشف الوجه. لم يعاتبها طبعا، لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذا أحد الأدلة. لدينا الدليل الآخر وهو مخرج أيضا في الصحيحين مشهور جدا، حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. حين كان مع رسوله وكان رديفه نعم في حجة الوداع، حجة اليتيمة، يوم النحر بعد أن رموا جمرة العقبة. إذن واضح هنا أن النساء كنا قد تحللنا، كنا قد تحللنا. نعم نعم. لأنك لن تعدم من يقول لك النبي نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فهي كانت مبدعة عن وجهها لأنها كانت محرمة. نقول له لا، ذكر في روايات الحديث أن هذا كان بعد رمي الجمرة، بعد التحلل. بعد التحلل. نعم. إذن لو كان ستر الوجه واجبا لعادت وسترت وجهها، ولا أنكر عليه النبي أن تبدي عن وجهها. على كل حال، جاءت وقفت أمام ناقة النبي من خثعم، امرأة خثعمية، وجعلت تسأله مسائل، وجعل الفضل ينظر إليها، وكانت امرأة وضيئة. والفضل ابن عباس كان وضيئا أيضا، كان جميلا. نعم. كلاهما جميل. أولادي كانوا جميلين. كلاهما جميل. العباس لم يكن جميلا في وجهه، لكن كل أولاده كانوا ذوي حسن ووضاء. نعم. سبحان الله. على كل حال، فجعل يلتفت إليها. ينظر. النبي لاحظ هذا، فلوى رأسه أو ذقنه، حوله بيده الشريفة. نعم. في روايات. نعم. فنظر من الجهة الأخرى. نعم. ففعل النبي مثل ما فعل في الأول. فسأله العباس في رواية، يعني يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ فقال: رأيت امرأة وضيئة وشابا، يعني الفضل وضيئا، فخشيت عليهما الشيطان أو قال الفتنة. هذا حديث كالنص. نعم. في أن وهذا في حجة الوداع، كالنص في أن ستر وجه المرأة ليس بواجب. في صحيح البخاري، هذا بعد وفاة رسول الله، يقول عطاء ابن أبي رباح رضوان الله عليه، يقول: قال لي عبد الله ابن عباس مرة: تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: نعم. قال: هذه المرأة السوداء. كيف عرف أنها سوداء؟ نعم. مبدي عن وجهها. أتت النبي وقالت: رسول الله، إني أسرع، فادعوا الله لي وأتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك الله، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر. قالت: يا رسول الله، ولكني أتكشف، قد تبدو عورتها. نعم. حين تسرع. نعم. نعم. إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها. هذا واضح أنه عرفها لأنها كذا. حديث جرير في صحيح مسلم. نعم. حديث جرير في صحيح مسلم يحكي كيف أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في يوم عيد بعد أن خطب الرجال جاء إلى جماعة النساء ومعه بلال يتوكى عليه، وخطب فيهن ووعظهن وندبهن إلى التصدق. قال: فإني رأيتكن أكثر حطب النار. يقول جرير بن عبد الله: فقامت امرأة سفعاء الخدين. واضح جدا، سفعاء الخدين، فيهما سواد وتغير. إذن كانت مبدعة عن ماذا؟ عن وجهها. لو كان الإبداء لا يجوز لقالها النبي: انتقبي يا أمة الله. بالعكس، أنا سأقول شيئا الآن عجيبا جدا. جميل. قبل مدة حديثا. نعم. في أسد الغابة للعلامة ابن الأثير الجزري. نعم. رحمه. نعم. الله. معرفة. صاحب النهاية. في أسد الغابة في ترجمة صحابية تسمى منيعة. منيعة. تقول ابنتها أنها جاءت وسألت النبي، تقول: وناراه وناراه، تستعيذ بالله من نار جهنم. من نار جهنم. نعم. قال: ما نجواك؟ ما نجواك؟ إيش بدك أنت؟ نعم. فذكرت له سؤالها، فقال لها وهي منتقبة، ابنته تقول، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أسفري يا أمة الله عن وجهك، أرينا وجهك، أنت بتتكلم هيك من شايفينك. نعم. فإن السفور من الإيمان أو قائم الإسلام، والنقاب من الفجور. شيء غريب. هذا حديث عجيب جدا. نعم. نعم. وروى العلامة الإمام ابن مندة رحمة الله عليه. وروى الإمام أبو نعيم الأصفهاني في الصحابة. عجيب. هذا الحديث ذكره ابن الأثير ولم يعلق عليه بشيء، ونقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة، وعلق بالقول: ولم أجده فيهما، لم أجده عند ابن مندة ولا نعم. في أبي نعيم في الصحابة، ولكن لم يعلق أنه منكر المتن مثلا أو شاذ لهذه النكارة في متنه، مع أن العبارة قوية. عبارة قوية جدا. يقول: نعم. نعم. أسفري، فإن السفور من الإيمان أو الإسلام. نعم. والنقاب من الفجور. شيء غريب. أنه في بعض البيئات، في بعض الثقافات، كانت المرأة مثلا تمنع أن من لبس النقاب، ممنوع أن تنتقب، يجب أن تسفر عن وجهها. وكان لباس النقاب مثلا
مختص أو تختص به إيه والعياذ بالله العواهر الفاجرات. تخيل يعني هل هو لبس الزانيات؟ نعم كان لبس الزانيات في التوراة في الجينيسيس أو في سفر التكوين. هناك ما يشيء إلى هذا، وهذا شيء غريب يعني. البرقع والنقاب مذكور في التوراة العهد القديم. يهودا حين رأى كنته، طبعا قصة بذيئة وحقيرة لكن هذا الموجود للأسف الشديد، حين رأى كنته وحاسبها زانية. لماذا؟ لأنها كانت مغطية وجهها وقد وقع عليها وأعطاها جديا، قال لها أنا أعطيك جديا والعياذ بالله في سبيل أن تمكني من نفسك، يحسبها زانية أنها إيه تغطي وجهها. فإشارة واضحة إلى أنه هذا كان لبس إيه العواهر. عند آشور مثلا أحيانا يقال في بعض الأحقاب الفارسية، لكن عند الأشوريين مثلا كانت الأمة تمنع مثلا أن تلبس لباس إيه الحرة وأن تنتقب في وجهها، فإن فعلت هذا قطعوا أذنيها وصبوا على رأسها القار الزفت. إذن كلها هي سلطة ذكورية تأتي بالشيء ونقيضه من مجتمع إلى مجتمع، من حقبة إلى حقبة، فقط بحسب رغبة الرجل وهواه. لذلك في هذه المسائل لابد أن نلتزم نحن بجادة الدين مع الدليل، والدليل لابد أن يكون راجحا، لا يمكن أن نركب إيه دليلا بطريقة معقدة جدا جدا بحيث يكون البناء في الأخير بناء فخما لكنه إيه أو نختار الدليل اللي يخدم سلطة الرجل. نعم يخدم سلطة الرجل.